هاي. نقل بالسكك الحديدية يعتبر تاني أهم وسيلة نقل بالعالم لعدة أسباب، من أهمها السرعة. تبلغ معدلات سرعة القطارات الحديثة اليوم بين 200 و400 كيلومتر بالساعة، وبتتميز القطارات بقدرتها العالية على حمل أوزان ثقيلة بكلفة اقتصادية قليلة مقارنة مع وسائل النقل الثانية. نقل باستخدام السكك الحديدية من أقل الوسائل يلي بتتأثر بالظروف المناخية لأنها خاضعة لحسابات الوقت والمسافة الدقيقة بشكل مستمر، وبتتم مراقبتها وتوجيهها من خلال محطات التحكم والتوقف. وأسوأ تأثير للظروف المناخية ممكن يوصل لتأخير رحلة القطار. عنصر الأمان مهم بهالنوع من النقل لعدة أسباب، منها صيانة دورية للسكك الحديدية والمقطورات، وجود نظام تحكم دقيق وكاميرات مراقبة، التدريب المستمر، وطبيعة المواد الداخلة بها الصناعة. مين قال إنه السكك الحديدية من أهم الطرق لمحاربة عجقة السير والتلوث البيئي؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.